في 10:15 ليلا على تلفزيون النهار. تابعوا مع اتصالات الجزائر أحوال الطقس لفصل الشتاء. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية، أقدمها لكم من قناة النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. إذن تتوقع مصالح الأرصاد الجوية مرور اضطراب جوي ضعيف النشاط على الجنوب الغربي يوم الخميس المقبل، يكون مرفوق بأمطار خفيفة. أما ليلة الجمعة إلى السبت المقبل فستشهد المدن الشرقية اضطراب جوي يكون خفيف النشاط مع أمطار خفيفة مصحوبة بدرجات حرارة دنيا تكون أقل من الصفر، هذا على المرتفعات الداخلية ومنطقة الأوراس. نستهل نشاطنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجواء مغشاة جزئيا على وسط وشرق البلاد، تكون صافية عموما بالمدن الغربية حتى على الجنوب الكبير. نصل بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الوضعية الجوية لظهيرة اليوم. سماء مستقرة ومشمسة عموما على كل المدن الغربية، تكون صافية لمغشاة جزئيا على المدن الوسطى للوطن. مركز سحب سفلى ممكن أن تمد بعض الأمطار المتفرقة على كل المدن الشرقية للوطن. بالجنوب نتوقع تشكل سحب من النوع العالي على الجنوب الغربي والصحراء الوسطى حتى على شمال الصحراء والواحات وصولا للجنوب الشرقي، لكن يبقى الطقس مشمس وصافي على العموم بباقي المدن الصحراوية. بالنسبة لحركة الرياح تكون ضعيفة نسبيا على كامل التراب الوطني. درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم تصل بإذن الله 18 درجة على منطقة وهران ومستغانم، 16 درجة على تلمس بالجزائر العاصمة بومرداس وصولا لعنابة وقلمة، 13 درجة على منطقة سطيف، 15 درجة على تيزي وزوف، في حين سنسجل 12 درجة على الجلفة والندية، 14 درجة على تيارت، 16 درجة على غليزان سيدي بالعباس وشلف، 12 درجة على منطقة باتنا الأغواط حتى البيض. بالجنوب 16 درجة على الوادي وغردايا، 15 درجة على شمال الثورة ببشار، 17 درجة على ورقلة وحسم سعود، 20 درجة على عين صالح حتى بإليزي وجانات، 18 درجة على تمن راست أدرار، 21 درجة، 18 درجة بالجنوب الغربي بمنطقة تندوف، 23 درجة على منطقة عين قزام كأعلى مقياس، في حين سنسجل 21 درجة على برج باجي مختار. وعن الوضعية الجوية المتوقعة لليلة اليوم ليلة الأربعاء إلى الخميس، نرتقب أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أغلب المدن الوسطى والشرقية للوطن. صفاء يميز كل المدن الغربية. بالجنوب تتشكل سحب تكون بدون فعالية على شمال الواحات الصحراء الوسطى ومرتفعات الهجار والتاسيلي، لكن يبقى الصفاء يميز باقي المدن الجنوبية من الوطن. بالنسبة لحركة الرياح تكون معتدلة نسبيا على كامل التراب الوطني. درجات الحرارة الليلية تصل بإذن الله إلى 4 درجات على وهران مستغانم حتى الجزائر العاصمة، 6 درجات على عنابة، 4 درجات على قلمة، درجة واحدة تحت الصفر كأدنى حد بسطيف تيارت والجلفة، 4 درجات على تيزي وزو، درجة واحدة على الأغواط والبيض، 0 درجة على تلمسان حتى على بتنا. بالجنوب درجة واحدة على الوادي، درجتين بغردايا ورقلة وحسيم سعود، 6 درجات على إليزي وجانات، 11 درجة على منطقة عين صالح وأدرار، 3 درجات على بشار، 6 درجات بتندوف، 7 درجات على تمن راست، و 8 درجات على أقصى الجنوب الجزائري بمنطقة عين قزام وبرج باجي مختار. نصل بكم مشاهدينا إلى حالة البحر لنهار اليوم. سيكون بإذن الله جميل على السواحل الغربية بسبب رياح مختلفة الاتجاه إلى شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 10 كيلومتر في الساعة. على السواحل الوسطى والشرقية يكون البحر جميل بسبب رياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه توقعاتنا لأحوال الطقس لظهيرة وليلة اليوم، والله أعلم. شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء، في أمان الله. تابعتم مع اتصالات الجزائر أحوال الطقس لفصل الشتاء. اتصالات الجزائر دائما أقرب. يسكنون الأزقة دون سقف يأويهم، فراشهم كرتون ومأكلهم من القمامة. سندخل عالمهم
نعيش بينهم ونختبر يومياتهم ولياليهم. نتقلق يدون السبيطار يضربوا ليتشكا باش نتكالما. غادي يمشي معيش اسمح لي. 7 سنين وانا كاجوني مار خلاص. كل يوم نبكي وحدي ما كان يشافني نقلط ربي وحدي. المتشردون بعيون أقرب، كل هذا وأكثر قريبا على تلفزيون النهار. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى النشره الثقافيه تاتيكم من اول قناه اخباريه في الجزائر. البدايه بالفن، اين تعتبر اغنيه الراب الجزائريه فرصه للجيل الحالي للتعبير عن اوضاعهم الاجتماعيه بكل حريه وديمقراطيه، الا انها ابتعدت عن هذا المنحى واضحت وسيله لتصفيه الحسابات بين مغني هذا الطابع. اكثر تفاصيل في هذا الموضوع نتابعه مع الزميل محمد موفق. باش لحقنا خو لازم تطلع جبل، بزاف لي حبي تستي في النص طريق هبل. أغنية الراب، هذا الطابع المستلهم من أمريكا، اتخذه الشباب الجزائريون كوسيلة للتعبير عن واقعهم وحياتهم اليومية والمشاكل التي تواجههم كالبطالة والبيروقراطية، لكن بعض مغني هذا النوع يروا أنه خرج عن رسالته. كاين سيتان رابور نورمالمون عندهم ان ستاتو، عندهم دي سوجي، عندهم دي مورسو اللي قادرين يحلوا بهم، يهضروا على حالات في المجتمع كدايا، شغل ما يلحقش الميساج تاعهم بارابور كان شويه كيما يقول لك حبه طوماطيش في الكاجو. صافي جو بيان للانسان يمد بارول، يمد رساله للانسان اللي كيسمح يعاود يطلع له مورال، يعاود يكون بيان. البعض من الجيل الحالي يروا أن هذا الطابع الغنائي لم يعد يستقطبهم كثيرا عكس ما كان عليه في السابق. يا أخو ما عجبنيش الراب تاع دوكا، أبارول فيه ما قدرتش نسمع راب واحد آخر. هكذا باسكو دوكا كاع دخلوا يغنوا ما على باليش. تسمى ما عندهم حتى فايدة. كاع شغل ما ليزانتيري تاعهم برك. يوصل لك الميساج، شغل يوري لك كيفاش رانا عايشين، كيفاش تدير، كيفاش كاين راب اللي خلطوا برك. هنا نسمع هذاك الراب الشباب. مثل هذه الأغاني قد تحمل الكثير من المعاني والعديد من وجهات النظر في معالجة القضايا الاجتماعية والحفاظ على الطابع الذي دخلت به الجزائر أفضل من تحريفها. فك تلحق من عندي واش تدي واش تدي واش. ومن الراب الجزائري ننتقل إلى أعماق ولاية سقهراس، حيث نجد عم شريف وسط ورشة متواضعة يقضي جل وقته في الرسم من أجل إحياء الموروث الثقافي والتاريخي. نتعرف على عم شريف في هذا التقرير لكل من محمد أمين ساسي وإيمان عياش، نتابع. وسط هذا المحل أو الورشة المتواضعة بحي 26 أفريل بمدينة سقهراس، يقضي عم شريف بن العبيد البالغ من العمر 60 سنة جل أوقاته في الرسم، فلا تخلو عروض هذا المحل الأرشيفي من تحف كثيرا ما يقتنيها زوار المدينة، ولوحات في الرسم على القماش والنقش على الزجاج والصياغة التقليدية أبدع في تحضيرها هذا الفنان. نبحث على تاريخ مدينة سقهراس واللي خممت باش يكون الأرشيف فيما يخص هذه الولاية. عم شريف بدأ ممارسة هذه الحرف منذ سنة 1970 ويسعى جاهدا لحفظ وحماية الموروث التاريخي، وذلك بتكثيف التظاهرات الثقافية لإبراز الموروث الأثري الذي تزخر به الولاية. المقر هذا كريه من عند شخص، ولهذا باش نعرف به يعني النشاط تاعي في هذه الولاية، حتى على الأقل سواح ولا ناس باحثين ولا ناس زوار اللي يجوا يزوروا هذه المدينة، على الأقل يلقوا حاجة ليعرفوا قيمة سقهراس. إن الراغب في الغوص في أعماق تاريخ طغس الثقافي والأثري ليس من وسعه سوى الولوج إلى حي 26 أفريل بمدينة سقهراس.
وبالتوفيق لعم شريف وأمثاله من المبدعين الجزائريين. الآن نرحل بكم مشاهدينا إلى عالم النجوم وعالم السينما، إن رشحت مؤسسة الجولدن جلوب العالمية في طبعتها 72 مطلع سنة 2015 العديد من الأفلام السينمائية للحصول على جائزة الجولدن جلوب في مختلف التخصصات السينمائية. نتعرف على الأفلام المرشحة في هذا التقرير. رشحت مؤسسة جولدن جلوب لسنة 2015 العديد من الأفلام لنيل جائزتها السنوية، يتقدمهم فيلم بيردمان للمخرج المكسيكي أليخاندرو إيناريتو. قائمة الأفلام المرشحة لنيل جوائز جولدن جلوب وذلك بمنافسته على الجائزة المرموقة في 7 فئات، وحصل على 5 ترشيحات. فيلم بوي هود الذي بدأ تصويره في عام 2002 واستغرق 11 عاماً ويروي انعكاسات انفصال والدي الطفل وشقيقته ترصدها عين الكاميرا التي ترافقهما في مراحل تطورهما الطبيعية. كما نال فيلم The Imitation Game هو الآخر 5 ترشيحات وفق القائمة التي أعلنت عنها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، من بينها أفضل فيلم درامي وأفضل ممثل في فيلم درامي بترشيح بنديكت كامبرباتش. ومن الأفلام البارزة في السباق لجولدن جلوب فيلم سيلما الذي يتناول مسيرة احتجاج حملت اسم مدينة سيلما الواقعة على نهر الأباما في الجنوب الأمريكي في عام 1965 بهدف نيل الأفرو أمريكيين حقوقهم. وأيضا من بين الأفلام المرشحة نجد الفيلم الروسي لوفياثان وفيلم إستوني جورجي. وتدور أحداث الفيلم الروسي لمخرجه أندريز فيغنتسيف حول الحياة في روسيا المعاصرة من خلال مقارنتها بقصة النبي أيوب والحيوان الهائل لوياثان الذي يرمز في العهد القديم للحياة القديمة والشيطان. هذا ومن المقرر أن تحيي حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في 11 يناير 2015 الممثلتان تيني فاي وإيمي بويلر اللتان يحيتا نسخة العام الماضي من هذا الحفل. ولتذكير فقط، ما هي إلا عينة بسيطة عن الأفلام التي سترشح أو ستفوز بالجولدن جلوب خلال 11 من هذا الشهر الجاري. إذا ننتقل بكم الآن إلى أهم الأخبار الثقافية والفنية ضمن فقرات على السريع، نتابع سويا. موسيقى تويرك ضيفة شرف السهرة الاختتامية للمهرجان الدولي لفنون الأهجار في طبعته 5. الجزائر تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية في الذكرى 50 لانطلاق ثورة الشعب الفلسطيني. تحتفل جمعية إقرأ باليوم العربي لمحو الأمية يوم 8 من الشهر الجاري، حيث سيتم تنظيم ملتقى بالمناسبة. يحيي الفنان سعد المجرد حفلا فنيا ولأول مرة في الجزائر.